عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يا من أخذت الدنيا وقته وأخذت ملذاتها ساعته وأخذت راحتها بهجته. يقول النبي موصيا إياي وإياك: عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فقال ابن عمر معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم قال ابن عمر موصيا عبد الله: خذ من حياتك لموتك، وخذ من صحتك لمرضك. عبد الله، كما زاد الترمذي، عبد الله، فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا، حي أم ميت. أسأل الله أن يكفينا شر الدنيا. وتأمل معي الحديث، تأمل معي الحديث، أسألك بالله اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لابن عمر وهو يعظني وإياك معه، قال: عش في الدنيا كأنك غريب، ثم قال: أو عابر سبيل. وكأنه قال ذلك تنبيها أو استدراكا، لأن عابر السبيل لا يهنأ في موطن أبدا، ولا يسعد في أرض أبدا، ولا يرتاح في بلد أبدا، ولا يمكث لبلد أبدا، ولا يختار بلدا أبدا، إلا البلد التي ينظر فيها إلى وجه الله. إنها الجنة، إنها الجنة، إنها الجنة. الدنيا ملعونة بلعنة الله ورسوله. الله يقول: زين للناس، زين، زين للناس، أخذتنا الدنيا والله لا أبرئ نفسي، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. هذه حياتنا، زوجة وولد ومال، هذا الذي يدور في الأفلاك ويأخذ منا الأوقات والأملاك ونعيش لأجله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة، سيارات فارهة وركوبات جارهة وحياة مختلفة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم أراد الله أن ينبهني وإياك فقال: ذلك إشارة للبعيد، إشارة لبعده، لبعده عن من؟ لبعده عن الله وعما يرضيه.